يكمل ابن العبري يقول: وفي سنة 43 سنة 643 هجري ترددت رسل المغول في طلب السلطان عز الدين ليحضر بنفسه في خدمة قان. هذا قلنا عز الدين استلم بعد غياث الدين، فطلب المغول أن يأتي بنفسه بخدمة قان أو بعبودية قان، ينزل إلى عبودية قان، سيمر علينا ومر علينا هذا، ينزل إلى عبودية قان، إلى عبودية القائد المغولي، السلطان المغولي، الخليفة المغولي، الإمام المغولي، النبي المغولي، الرسول المغولي، الإله المغولي، الوثن المغولي. لماذا؟ حتى يحصل على الإمام منه، الخلافة منه، السلطنة منه، السلطة منه، المملكة منه، التعيين منه. يقول: فتعلل محتجا بمعاداة من يجاوره من ملوك اليونانيين والأرمن، وإنهم متى فارق بلاده ملكها هؤلاء. وكيف كان يداري الأمور؟ يقول: وكان يرضي الرسل بالهدايا وبذل الأموال ويدافعهم من وقت إلى وقت آخر، ويدافعهم من وقت إلى وقت. التفت أسلوب قادة المغول في التعامل مع السلاطين، فإنهم يستخدمون كل الحلول الدبلوماسية والنفسية لإخضاع السلاطين والدول لهم، ومع استنفاذ ذلك فيكون القرار في الحرب واجتياح البلدان وقتل الحكام وإبادة الإنسان وتخريب البلدان. قال: ترددت رسل المغول في طلب السلطان عز الدين. ليس الإرسال الرسل هو لمرة واحدة، وإنما يقول ترددت رسل المغول في طلب السلطان عز الدين، فلم يكتفي برسول واحد بل ترددت الرسل، وهذا ما حصل مع خليفة بغداد المستعصم، لكنه استخف بهولاكو وأصر على الاستخفاف فتنمر هولاكو فحصل البحذور وانتهكت البلاد والعباد وحصل الخراب والدمار.